بعد تصريح السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري لصحيفة الوطن السعودية والذي اتهم فيه صحيفة الأخبار اللبنانية بأنها اعتادت ترويج اتهامات وأكاذيب للسعودية وقياداتها وبأن السفارة كلفت فريقا قضائيا لمحاسبة ومقاضاة الصحيفة، دعا اللقاء الإعلامي اللبناني ونشطاء المجتمع المدني إلى وقفة تضامنية مع صحيفة الأخبار أمام مكاتبها في منطقة الكونكورد فردان، وذلك رفضا لسياسة كم الأفواه التي تتعرض لها الصحيفة من قبل أعداء الحرية والتحرر في العالم بحسب ما وصفتهم الدعوة. أن تصريحات السفير السعودي هي في جوهرها محاولة لاستخدام وسائل أخرى غير الرشوة التي تعودوا عليها لقمع وإسكات الصحافة في لبنان وقمع وإسكات قوى سياسية أيضا. هم اليوم يلجؤون إلى إجراءات يعتقدون أنه يحق لهم القيام بها، والأمر غير مستبعد أن يتصرفوا كذلك، لكن المهم أن يفهموا أن لبنان ليس ناحية حيث يمارسون سلطتهم، وأن اللبنانيين والذين يعيشون في هذا البلد لا يمكن لسفير سلالة مسؤولة عن القهر والتخلف أن يعني يمارسوا هذه السلطة التعسفية. تجدر الإشارة إلى أن موقع الصحيفة كان قد سبق وتعرض لقرصنة إلكترونية في كانون الأول عام 2010، وظهر مكانه موقع سعودي، وتمت القرصنة بعدما نشرت صحيفة الأخبار رسائل دبلوماسية أمريكية عبر ويكيليكس تفيد أن المملكة العربية السعودية اقترحت تشكيل قوة عربية مدعومة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للتدخل في لبنان وتدمير حزب الله المدعوم من إيران.